حياكم الله شيخنا ابو باقر احمد الامام، حياكم الله. كيف حالكم؟ بخير حياكم الله. الله يبارك فيك ويحميك من كل سوء. حياكم الله اخي ابو باقر. اهلا 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 اهلا، حياك الله حبيبي، حياكم الله بالفقار عزيزي اخونا العزيز. مداخله بسيطه فقط، انا حقيقه كنت امر واستفزني كلام ابو اديب وغيره حول علم فاطمة الزهراء. أولا فاطمة الزهراء سلام الله عليها، يقول أحد علماء السنة، وإن كان هذا الكلام يعني وإن كان هو تلميعا منه أو أنه اعتقادا ما في إشكال، لا نعتبره دليلا لكنه هو واقع، وهذا هو الآلوسي السلفي المعروف في كتابه روح المعاني، وهو عمدة المحققين وخاتمة المدققين ومرجع أهل العراق ومفتي بغداد شهاب الدين الآلوسي، عندما يتكلم عن أفضلية فاطمة عليها السلام على مريم التي كانت تهبط عليها الملائكة ويأتيها رزقها كل حين بإذن ربها، يقول كلمات في هذه الآية إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، كلام طويل، ويبدأ يتكلم حول فاطمة عليها السلام وعائشة، فيقول التالي، يقول والذي أميل إليه أن فاطمة البتول أفضل النساء المتقدمات والمتأخرات من حيث أنها بضعة رسول الله، بل ومن حيثيات أخرى، ولا يعكر على ذلك الأخبار السابقة لجواز أن يراد بها أفضلية غيرها عليها في جهات بعض الجهات وبحيثيات، وقد يجمع هذا الأخبار، وهذا سائغ على القول بنبوة مريم، إذ البضعة والمتكلم هذا سني بالمناسبة، المتكلم هذا سني. نعم سني عادي، انت اذا ترجع الى الاعلام للزركلي يقول سلفي الاعتقاد، ترجع الى كتاب مناهل العرفان للزرقاني يقول وتفسير الآلوسي من اجله التفاسير جمع بها اقوال السلف وآراء الخلف المقبوله، واذا ترجع الى كتاب تاريخ السلفيه في العراق يقول وهذا الرجل من السلفيه المعروفين، اذا يقول ماذا اسمعوا في تفسيره، يقول وهذا سائغ على القول بنبوة مريم، إذ البضعية من روح الوجود، لأن فاطمة بضعة مني وسيد كل موجود، لا أراها تقابل بشيء، وأين الثريا من يد المتناول، ومن هنا يعلم أفضليتها على عائشة، والذاهب إلى خلافتها الخلافته الكثير، يقول محتجين، يعني يقول بعض الناس يحتجون بأن عائشة أفضل باعتبار هذا، خذوا ثلثي دينكم من الحميراء، وقوله فضل النساء كفضل الثريد، هذا حديث الثريد، يقول ومن هنا أنت تعلم ما في هذا الاستدلال، وأنه ليس بنص على أفضلية الحميراء على الزهراء، هذا السلفي، يقول بل قصارى ما فيه على تقدير ثبوته أنها عالمة إلى حيث يؤخذ الدين منها، وهذا لا يدل على نفي العلم المماثل لعلمها عن بضعته صلى الله عليه وآله وسلم. هذه الجملة تكتب الآن هذا أبو باقر، هذا الكلام لو أنني يعني لم تذكر اسم العالم، والآن ذي الفقار المغربي وضع النص على الشاشة، لو أنني لم أسمع هذا أقول من الشيعة ومن يصفهم الغير المغالين بفاطمة الزهراء عليه السلام. تفضل. أحسن. يقول ولعلمه صلى الله عليه وسلم، هو يقول وسلم السني سلم، إنها لا تبقى بعده زمانا معتدا به يمكن أخذ الدين منها، ففيه لم يقل فيها ذلك، ولو علم يعني لو علم أنها ستعيش كعائشة يقول لربما قال خذوا كل دينكم. الله أكبر. الله عيد 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 هاي. لو علم لو علم أنها ستعيش بعده زمانا يعتد به، لا تبقى بعده زمانا يعتد به، ولو علم لربما قال خذوا كل دينكم عن الزهراء. سمعتم إخواني؟ لحظة خلي خاطبهم ما دام الأخ ذو الفقار وضع النص. ترك لا ترك ترك. شوفوا إخواني، هذا الرجل الورق سني والحبر سني والعالم سني والمطبعة سنية واللي نشروه سنة، يقول لكم يا أهل السنة صدقوني لو أن الزهراء عليه، هو يقول لو أن الزهراء عاشت لقال خذوا كل الدين مش بعض الدين من الزهراء عليه السلام. إذن هي عالمة ولا ليست بعالمة؟ الآن
بعد أن يكمل الأخ أبو باقر يرجع للأخ ذو الفقار، خل يرجع، هذا رأيي عالم من علماء السنة، خل يرجع لابن عثيمين اللي يقول كان على الزهراء أن، ما معنى الكلام؟ أن تتعلم القرآن وتتعلم السنة كأبي بكر وترجع للحق. يعني أنت يا زهراء لست على الحق، إنما اللي على الحق وعلى القرآن هو من؟ هو أبو بكر. تفضل أبو باقر. الكلام هين للعلم وللاطلاع. أنا سأنقل كلام ابن باز الذي هو نفس كلام العثيمين، وأسأل السنة سؤالا واحدا وإن شاء الله نترككم في أمان. يقول في مسائل الإمام ابن باز يسأل عن أنه عائشة أخبرت أن فاطمة سألت أبا بكر الصديق، هو يقول الصديق، أن يقسم ميراثها، قال الشيخ وما أعطاها أبو بكر. يقول قال الشيخ ابن باز صفحة 426 في مسائل الإمام ابن باز، يقول والذي فعله الصديق هو الحق. عجيب، فالله تعالى بعث الرسل للدعوة لا للإرث. وكشوفوا شو يضربون القرآن، عجيبين هؤلاء. ولهذا نفذ الصديق وعمر، ما أعرف هذا، ما قرأ حديث مسلم أنه كانت فتك عند الأمير المؤمنين وآتوا هو والعباس لعمر. يقول من بعده وأصابوا في ذلك وعفى الله عن فاطمة. أعوذ بالله، أي والله، والله كلام يؤذي، أعوذ بالله، أعوذ بالله. بس لا، هذا أمر. تكمل كمل كمل. بس أريد أسأل حجي سؤال هنا أنا الموجودين بس يجاوبوني عليه، يعني يجاوبوني وأرجع أكمل مداخلتي. هل فاطمة الزهراء صدقت في دعواها للإرث أم كذبت؟ بس جاوبوني. فارس السعيدي بعد فارس السعيدي جاوب على السؤال، تفضل فارس. أخطأت فاطمة عندما طلبت. تفضل. طيب لحظة، أوقف أبو باقر، أصبر أخونا أحمد. بل صدقت فاطمة عليها السلام. طيب. أنا أجاوب، أنا سني. طيب. أنا أجاوب. بس لحظة أبو باقر، أحمد تسمعني شيخ أحمد؟ اسمعك أخوي اسمعك. طيب شيخ أحمد، هل أنت مع أن فاطمة كانت يعني قلبها مليء بالغيظ على أبي بكر وأنها كانت تجهل هذا الأمر، أم أنت ضد الأخ فارس السعيدي وباقي الأخوة؟ أجاوبك؟ جاوب. ليش بس فاطمة من بنات النبي اللي طالبت بالإرث؟ هي تقول أن هي الوحيدة اللي بقي. وين أجاوب الآن؟ ما جاوبت، سألتني. ليش أخوات؟ أنا أقول لك هي أخطأت، لأنه أخواتها كلهم طالبوا. ليش هي لحالها طالبت؟ أنا أقول لك ليش هي لحالها طالبت. أرجوكم أخواني، أرجوك. أنا أقول لك ليش السؤال، خليني أقول لك. لا أنت لا تفوت دور الأخ السني، إحنا ما جايين نتكلم لماذا فاطمة أو غيره. أنا سؤالي عن فاطمة فقط، هل صدقت أم كذبت؟ أجيبني. تفضل أخونا أحمد جاوب. لا أخطأت بسبب علي ظل يحرضها إنها تستطرق علي لا لحظة، علي ماذا فعل؟ علي اللي حرضها إنها تروح الطالب أبو بكر. ها يعني علي بن أبي طالب حرضها على الحق أم على الباطل؟ على الباطل، لأنه كل أخواتها ما طالبوا إلا هي. تفضل أبو باقر. يقول لك أن عليا، تسمع أخونا ذو الفقار، سجل هاي النقطة. يقول هذا ناصبي يا أخي، هذا ناصبي. كيف تقول من هذا ناصبي يقول يشجع على الباطل. حبيبنا حبيبنا ذو الفقار وأخينا العزيز، بغض النظر استمعوا لي جيدا، ماذا فعلوا هؤلاء الآن كلهم؟ أنا كنت أتمنى أن يؤخذ آراءهم هؤلاء البقية حتى أسوقهم بيدي إلى النار. هل كل الذي تكلم وكل الذي أضمر في قلبه هذه الكلمة كهؤلاء الاثنين حقيقة هو في النار، والسبب أنه كفر بالقرآن الكريم. الله في القرآن يحتج بهم ويقول لعنة الله على الكاذبين، ويعني أنهم صادقين، علي وفاطمة، ولا تخرج منهم كذبة واحدة. وأنتم الآن تقولون بل كذبوا فلعنة الله عليكم بنص القرآن. آمين يا رب العالمين. إنهما لم يكذبا ولا يمكن أن يكذبوا، إن دعوت فأمنوا. يقول رسول الله والله المحتج بهم، والله الذي أراد أن يخرجوا، قرآن يتلى إلى يوم القيامة، وكل من قال خلاف القرآن فهو كافر،
بنص القرآن. من قال خلاف القرآن فهو كافر. حلو تمام. اسكت تمام. لا تتكلم عندما أتكلم. لا تتكلم. وبنص القرآن أبو بكر كاذب. وبنص القرآن عمر كاذب. وبنص القرآن كلكم كذبة. لأن الله يقول لمحمد ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. أنت يا محمد قل وهؤلاء الذين معك سيقولون قولك فلو كان يمكن أن يخرج من فيهم كذبة واحدة لتشملهم اللعنة إلى يوم القيامة. وهذا بنص من الله لا باعتبار. فكل من خطأ فاطمة وكل من كذبها وكل من تكلم على علي كأمثال هؤلاء النواصب بسيطة إن شاء الله الأيام المقبلة سأكون معكم وراح أشوفكم ربكم إيش خالق. هؤلاء بنص القرآن في النار. في النار بنص القرآن. وكل من يا أخي وعلي بنص القرآن في النار. علي بنص القرآن في النار. سمعت؟ لا لا لحظة سمعت شو يقول لك؟ لحظة لا عيدها عيدها. علي عليون عليه السلام شو؟ علي بنص القرآن في النار. تفرض ذو الفقار. لحظة أبو باقر ذو الفقار يقول لك علي هو الذي حث يا صبر صبر خلي جابه ذو الفقار. ذو الفقار يقول لك أن عليا والعياذ بالله يقول لك بنص القرآن علي في النار. بس لحظة شنو دليلك؟ وين الآية اللي تقول أن علي أن عليا في النار؟ دليلي أنا أقول لك شنو دليلي. دليلي الآية اللي حكيت لك إياها المرة اللي عدت. علي الحدود من حدود الله أي من حد الله لازم يتطبق. واللي ما بيطبق حدود الله الله توعده بعذاب النار. لا قرأت لك إياها المرة اللي عدت. حاب أقرأ لك إياها أخرى مرة بقرأ لك إياها. إيه 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 بلا قرأها قرأها. إيه أقرأها خليك معي ثواني بس. إخواني تسمعون يا أهل السنة يقولون أن عليا والعياذ بالله بالنار بنص القرآن. تسمعون إخواني؟ اسمع إيه يلا اسمع يا أخي خلي الناس تسمع. خلي أنت سني ما تقبل. أنت ترد عليه ذو الفقار وبعدين أبو باقر وأنت ردوا عليه. ردوا هذا بالساحة موجودين ذولا. فضل شي نسمعنا. تلك حدود الله ومن يطيع الله ورسوله يدخل جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها ولو عذاب مهين. علي تعدى حدود الله لا نقصص من قتل الإثمان. فعلي بنص أنا أربأ بنفسي أن أنزل إلى مستواك. اسمع لك أربأ بنفسي لك. اقرأ قرآن صحيح. أنتم متسمين نفسك تتكلم على أمير المؤمنين يا بو لك ما تعرف الكسرة من الفتحة. لك الكسرة ما تعرفها من الفتحة. تحكم على أمير المؤمنين نفس رسول الله هذا الحكم الذي هو لم يحكمه حتى كبار كلاب أهل النار السلفية. لك تعلم اقرأ القرآن أولا يا أيها البو المنفوخ. قاعد تتكلم تذكر علي تقول أنه في النار وهو محتج به من قبل الله الذي هو عدل القرآن الكريم الذي هو بنص آية المباهلة نفس محمد الذي هو بنص حديث مسلم وغيره لا يحبك إلا مؤمن لا يبغضك إلا منافق. أيها البو تتكلم تقول علي في النار. لك لك فتحة ما تعرف فرقها عن الكسرة. ألا لعنة الله عليكم. طيب صبرا صبرا أبقى يا أنا أبقى يا أنا أبو باقر. تفضل أخونا ذو الفقار. الآن استمعت إلى الآراء والأخ فارس سعيد يريد يناقشك. معذرة سيدنا شوية طينا مجال. تفضل أخونا ذو الفقار. نعم أنا أريد أن أسأل من هو الأعلم أمير المؤمنين أم أبو بكر؟ أي تفضل أخونا فارس ولا الثاني واحد منكم يجاوب. ايش سؤاله؟ من الاعلم علي علي والله هذا السؤال سبحان الله والله حتى هذا السؤال لا يصح. لان اذا نقول من الاعلم يعني اكو سنخيه في الامر اكو مجال. والله لا يقارن علي لا يقارن قنبر. لكن شو نسوي بعد سأل السؤال. تفضل من الاعلم علي ام ابي بكر؟ طبعا خليفه